السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم دكتور محمد التايب، والنهارده هتكلم معاكم عن حلقة مهمة جدا في طريقة للتخلص من المسامات الداء الواسعة من الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء اللي بتظهر على الأنف والبشرة. كمان مش بس كده، الطريقة بسيطة جدا وسهلة جدا وتقدري تعمليها في البيت بكل سهولة. الطريقة عبارة عن 3 أجزاء بسيطة خالص. الجزء الأول عبارة عن ماسك هنحضروه بمكونات طبيعية، الجزء الثاني عبارة عن تونر هنستخدموه برضه مكونات طبيعية، والجزء الثالث عن ترطيب البشرة بشكل طبيعي وبشكل ما يخليهاش تكون مدهننة، وبالتالي ما يخليش الرؤوس السوداء دي تطلع مرة تاني أو الرؤوس السوداء البيضاء تطلع مرة تاني، ويضيق معانا المسامات بشكل كويس جدا. اول حاجه معانا وهي الماسك. الماسك ده اول جزء وهو اهم جزء في الموضوع. الماسك ده هيخلصنا من الرؤوس البيضاء، هيخلصنا من الرؤوس السوداء، هيخلصنا من المسامات الواسعه، بحيث ان هو ينضفها من الداخل ويقشر طبقه الجلد الميته وطبقه الدهون اللي موجوده على البشره. الماسك عباره عن ايه؟ الماسك عباره عن حاجتين بسيط جدا، هي حبه من الموز مع معلقة من بودرة العرق سوس، تقدري تشتريها من أي عطارة. بنجيبوا حبة الموز مع معلقة من بودرة العرق سوس دول ونخلطوهم في الكبة أو في الخلاط بحيث إن يعملوا زي عصير. العصير ده بس بيكون سميك شوية، يعني بيكون قوام متجانس ولكن قوام سميك. ونبدأ نستخدم الماسك بالطريقة اللي هقولها دلوقتي، بس مش بأي طريقة تانية، لازم تستخدميها بالطريقة دي. الطريقة عبارة عن ايه؟ ان احنا نغسل وشنا بالمية بس، وبعد كده ننشفوه كويس. بعد ما ننشفوه نبتدي نحط الماسك ده على البشرة بأي فرشة من فرشات الميك اب اللي موجودين عندنا. هنحط الماسك طبقة من الماسك على الوش كله، على الرؤوس السوداء اللي موجودة في الأنف، وعلى الرؤوس السوداء اللي موجودة على البشرة والمسامات الضيقة، يعني على الوجه كله. بعدها بنستنى من دقيقة لدقيقتين لحد الماسك ده ما ينشف. بعد الدقيقتين أو أول ما نحس إن الماسك نشف على بشرتنا، نحط طبقة تانية من الماسك بفرشة الميك اب مرة تاني. برضه نستنى دقيقتين ثلاثة لحد ما الماسك ينشف ونحطه طبقة ثالثة، ونعمل نفس الكلام ده في الطبقة الرابعة. بعد ما ينشف الماسك في الطبقة الرابعة ننتظر لمدة نص ساعة، تلت ساعة كويس إلى نص ساعة على حسب الرطوبة اللي موجودة في الجو، بحيث إن الماسك ينشف تماما على بشرتنا. بعد ما ينشف، الخطوة المهمة دي لازم نعملوها بالطريقة دي. نبل صوابع ايدينا ونبدأ نمسك الماسك ونفركوه على بشرتنا بشكل بسيط. اهم حاجة تبل صوابع ايديكي عشان الماسك دوت ما يعملش تقشير قوي على البشرة، لا احنا عايزين تقشير بسيط، تقشير فيزيائي بسيط. اول ما نحس ان خلاص عملنا المساج البسيط دوت على البشرة كلها، نقوم نغسل وشنا بمية فترة من الحنفية وبعدين او من الصنبور زي ما بتقولوا، وبعدين نعمل ايه؟ بعدين نبدأ في الخطوة التانية. عايزين نعرف الخطوة الاولى دي عملت ايه لبشرتنا. الخطوة دي عملت تقشير فيزيائي، عملت تقشير كيميائي عشان الموز من المقشرات الكويسة والطبيعية الكويسة جدا للبشرة، عملت ازالة للرؤوس السوداء تماما، الرؤوس البيضاء تماما. مش بس كده، كمان عملت تضييق نوعا ما للمسامات. الليكورش اللي هو بودرة العرق سوس دي من الحاجات الكويسة جدا في تفتيح البشرة، فهتساعد معانا كمان في التقشير والتفتيح. نيجي للخطوة التانية وهي خطوة التونر. خطوة التونر خطوة مهمة جدا. ليه خطوة التونر مهمة جدا؟ احنا دلوقتي نضفنا البشرة كويس جدا، شلنا الرؤوس السوداء، شلنا الرؤوس البيضاء، عايزين نضيق المسامات بشكل كويس جدا عشان نقلل من افراز الدهون بعدين. فنعمل ايه؟ نيجي على خطوة التونر. التونر دوت عبارة عن ايه؟ طب نجيبوه منين؟ نعمله ازاي؟ التونر ده عبارة عن مية ورد اللي موجودة في كل الصيدليات، موجودة حتى في بيتك اللي بتعملي بيها الاكل احيانا. مية الورد دي هنرشها على وشنا بشكل كويس جدا، نوزعوها بشكل كبير جدا على وشنا وننتظر. لو ما عندناش بخاف نقدر نبخوها على وشنا او نرشوها على وشنا، ممكن تستخدمي قطنه وتحط فيها ميه ورد وتبتدي تحطيها على بشرتك بالشكل ده. خطوه التونر دي عملت لنا تفيل للمسامات، تضييق للمسامات بشكل كويس جدا، يعني المسامات مش هتظهر معانا. يبقى كده قشرنا ونضفنا البشره من المسامات ومن الرؤوس السوداء، وكمان عملنا تضييق للمسامات. الخطوه الثالثه خطوه مهمه جدا لازم نعملوها، وهي خطوه الترطيب. خطوه الترطيب لازم تيجي بعد اي خطوه تقشير، يعني طالما قشرتي لازم ترطبي. في الخلطه اللي احنا بنقولوها او بالوصفه اللي احنا بنقولوها او اي وصفه تاني، طالما قشرتي لازم ترطبي عشان البشره ما يحصل لهاش جفاف جدا او ما يحصل لهاش جفاف شديد، ممكن تعمل حساسيه بعد كده. خطوه الترطيب دي بنعملوها ازاي؟ اما بجل الصبار ترطبي ترطيب جل الصبار كويس
جدا خاصة للبشرة الدهنية والبشرات المختلطة والبشرة العادية برضه هو كويس، ولكن بنقوله عشان البشرات الدهنية بتبقى ممكن تتقفل مسامتها بسهولة، ممكن تطلع لها حبوب بسهولة، فجل الصبار مناسب جدا ليهم. طب لو أنا بشرتي جافة أو كانت بشرتي مثلا عادية ممكن استخدم ايه؟ ممكن تستخدمي كريم من الصيدليه اسمه البيبانتين كريم او البانسينول كريم او البانسينول جل، بالنسبه للناس اللي بشرتها دهنيه ممكن تجيبه من الصيدليه لو ما عندهاش جل الصبار. اي حاجه من دول المتاح بالنسبه لك كويس جدا. اهم حاجه البيبانتين الكريم او البانسينول كريم احيانا مع البشرات الدهنيه بيعمل مشكله تقفيل المسامات وما بيناسبش البشرات الدهنيه، فيفضل الجن في البشرات الدهنيه او البشرات المختلطه يكون جن. لو عملتي الثلاث خطوات بالطريقه اللي احنا قلناهم دلوقتي بالظبط اضمن لك بنسبه 100% ان شاء الله المشكله دي تكون اتحلت معاكي، مشكله الرؤوس السوداء او الرؤوس البيضاء او مشكله كمان المسامات الواسعه اللي كانت معاكي. اهم حاجه ما تنسيش في التعليقات ان انت تكتبي لنا تجربتك مع الوصفه اللي احنا قلناها دلوقتي ايه عشان تفيدي غيرك وكلنا نستفاد ونستفاد من تجربتك. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.